السلام عليكم، بس معلومة للمتابعين جديدة، أو يمكن يكون حد يعرفها وحد ما يعرفها. اليابان عندهم خدمة اسمها البورتا تايم. البورتا تايم شو هي؟ هي عبارة عن إنك أنت تعمل سحبة للصوت اللي أنت تعزفه من غير ما تستخدم الجويستيك. كمثال الحين أنا عندي مختار صوت الوتريات وأعمل بالجويستيك، انا العب واعمل السحبه. طب كيف اعمل السحبه هاي من غير استخدام الجويستيك؟ انت تختار اي صوت، طبعا لازم يكون الصوت الطويل، البيانو هاي الخدمه ما تشتغل معاهم. اي صوت من هذيلا، كمثال اختار الوتريات، تروح في المنيو تضغط على كلمه المنيو، تطلع لك الصفحه هاي، تضغط على فويس اديت. فويس اديت يفتح لك الصفحه هاي، في شيء اسمه كومون واحد وكومون اثنين. كومون واحد هذا هني تتحكم في صوت الديبث وما ديبث، يعني افكتات. انت تروح اهم شيء اللي هي كومون رقم اثنين. كومون اثنين تفتح معاك الصفحة هاي. كومون اثنين تكون من صفحتين، الصفحة الاولى والصفحة الثانية. نرجع للصفحة الاولى، اهم شيء ما يفرق معاك الصوت، عطنك شوف خيارات الصوت اذا تبغى موني ولا بولي، تختار اللي انت تحبه. اهم شيء البورتامينتو اللي تحت تعمله اون، يتحول اون. هني البورتامينتو تايب مونو اونلي، تختار تبا ليجاتو ولا الكروس فيد. انزين خلينا نختار مثلا المونو. عندك هني البورتامينتو تايم، هو هذا اهم شيء هني، هذا اهم شيء. بعد ما تفتح هذه له تعمل كيف؟ تتحكم في السحبة، كل ما زدت كل ما زادت معك السحبة. مثلا الحين شوف بحط على 20، اسمع من غير، كل ما تزيد الرقم 30 وانت تزيد كل ما زدت الرقم ل 128 27 تزيد معك الاصوات الجميله القديمه هاي كانوا يستخدمونها وايد. شوف مثل ما قلت لكم ما تفرق معاك المونو او البولي، حتى الحين بنحط البولي نفس الشيء. الصفحة الثانية لما تنتقل تضغط هني، هني عندك انت تضبط اللي تباه، السنسيتيف اللي هي التاتش، الريفرنس، الفولسيتي، هني على كيفك تختار. بس اهم شيء مثل ما قلت لك الصفحة الاولى البولي والمونو، لازم البورمينتو اون، بعدين تختار هني وتتحكم في البورتو مونتو تايم اللي هي الأخيرة هذه، تتحكم فيها كل ما تزيد تنقصها، كل ما تنقص كل السحبة ما تنقص معاك. وإلى اللقاء مع معلومة جديدة مع الـ PSRA 5000.